أسعد الله مساكم بكل حب وبكل خير في برنامجكم المميز في ضيافتهن. تشيتوري خبام أهوال شمو عزيزم، اليوم بنروح وين؟ من كلامي أنتوا عارفين، بنروح حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بنقابل اليوم شخصية جميلة، وأكيد رح نعرف منها العادات وهالتقاليد وهالسوالف الحلوة في الحلقة اليوم. يلا ربطوا حزامكم، تيك أوف على وين؟ إيران. هلا بالغالية، شلونك؟ تفضلي حبيبة قلبي، تفضلي. الله يسلمك، شو اخبارك؟ بخير الحمد لله. عساك بخير. بخير الحمد لله. الله يحفظك. تفضلي. شكرا. يا هلا ومرحبا. تشيتوري خبام بفارما بفارما بفارما. الله تفضلي حبيبتي، شو اخبارك؟ بخير الله يسلمك. كيف الصحة؟ الحمد لله، الله يسلمك. الله يعافيك. أول شيء ما أخبار؟ الحمد لله سلامت عزيزة. سلامت. شو أشم أم محمد؟ بخير الحمد لله، الله يسلمك. إحنا متشرفين إنك أنت معانا اليوم بالبرنامج وبضيافتك صراحة. الله يسلمك حبيبتي، ما قصرتي على الكرم والطيب اللي قالت قدميه لنا. الله يسلمك حبيبتي. قولي لي، أبي أعرف قصتك. يا رب. إيش كثر صار لك في الدوحة؟ أنا مواليد قطر. أمي وابوي يمكن 40 أو 50 سنة الحين، ما شاء الله، 50 سنة موجودين. درست في قطر وتعلمت في قطر، ما شاء الله. وهي بلدي الأم، ما أقول لها، لأن الأساس بطلت عيني عليها يعني. الله، الله. تبارك الرحمن. إذا شنو درست يا أم محمد؟ أنا كملت الثانوية العامة. نعم. بس مواهبي الفن، الرسم. إيه قولي، عاد بعرف. الأعمال الفنية، الرسم، الطبخ. ما شاء الله تبارك. أيوة. شاركتي بمعارض؟ والله سنوات وقفت عشان عيالي وهاي. لا بس قبل كنت صغيرة، كنت أدرس في مدرسة الزمن الحر. لازلت صغيرة، لا تقولي كنت صغيرة. اسم الله عليك. ما عندي عيال يعني في المدرسة مثلا. إيه؟ كنت في مدرسة الزمن الحر درست، ما شاء الله، فنون التشكيلية. بعدين وقفت، بعدين بديت في هلال الأحمر أدرب الأطفال الأعمال اليدوية. انزين، وبعدين بعد وقفت لين اشتغلت. ما شاء الله. شنو اشتغلتي؟ اشتغلت في مركز الشفلح. كنت مشرفه حق الاطفال. حلو. ايوه 11 سنه. ما شاء الله. ايه. وبعدين خلاص قعدت في البيت، تقاعدتي. ايوه، وبديت حق عيالي يعني. كنت تشاغبين امك بالمطبخ اول وانت داشت لها مثلا؟ كم اخت انت وكم؟ انا بس اختين. ما شاء الله. ايه. بس اختين. وكنت يعني هي تعرفين الأمهات اللي يشترون مواعين ويخششون الأم عندها الأمهات عندهم المواعين أهم من عيالهم. أهم عيال. أنا عاد شو أسوي؟ يعني توني ما أعرف أطبخ، بس أبغى أتعلم الطبخ. أخذ جدر مثلا أطلع جديد، مو بالقدامة اللي دي. أحطها على الفرن واحد. ليكون تعاقبك إذا ما. هي لأن إحنا بنتين وكانت تحبنا وايد. ما شاء الله. والله، ويعني تقول حتى أبوي كان يزعل إذا هي قالت يعني. خلها تتعلم. اليوم حرقة جدر، بكرة تحرق جدر، بعدين بتتعلم تطبخ. عسى الله يحفظك إن شاء الله ويخليك لعيالك. الله يسلمك. إنزين، اليوم إيش راح تسوي لنا؟ اليوم بنسوي التهجين. تهجين؟ أيوة. يعني هذا طاجين بالإيراني؟ هو تهجين، لا مو طاجين بالإيراني. تهجين هو إحنا أحياناً نقول شنو كنا نسوي؟ نقول قاع الجدر. في قاعته. في قاعته. حكوكة. حكوكة. بسكوت احنا نسميها. أيوة. مرات هاي حكوكة هاي، وما بدوا يعدلوا عليها. أيه. يحطون لها روب وبيض ويحطونها مع العيش، يعني سويت العيش وبعدين تحطون عليه بيض
بيض وروب ومع الزعفران. خاب خايش بكلام. انزين والحين احنا راح نشوف المقادير داخل ان شاء الله، واكيد راح نسولف داخل اكيد 100%. والله متشرفه فيك اليوم حبيبتي يا محمد. الله يسلمك. اعزائي المشاهدين، تدرون الفقره الجايه وين بتكون؟ 100% بالمطبخ. تدرون هذا المكان انا وايد اعزه واحبه، غير ان اليوم ام محمد راح تبدع بالطبخه اللي راح تسويها. خاب خاب برم برم بفرمة. عزيزام عزيزام عزيزام، الحين احنا وصلنا المطبخ، مطبخ منو؟ أم محمد. أم محمد شو راح تسوي لنا طبخة اسمها تهجين. تهجين، فخلنا نشوف اليوم التهجين. الله الله على إيران، بلد جميلة من أكلها وناسها وطبايعهم. أنا رحت أكثر من منطقة بس ما شاء الله تبارك الرحمن، فعلا اليوم ذكرتيني برحلتي فيها حبيبة قلبي. الآن أعزائي نسوي تهجين مع أم محمد. الله يسلمك. بزن المقادير عندنا روب روب عيش مطبوخ حلو وشوية زيت زعفران زعفران أهلا زعفران في إيران في إيران زعفران شوية فلفل وشوية ملح. خاب إنزين وعندنا بيض. خاب 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 إنزين بقو نأخذ البيض كجا إنجا إنجا نشوف. لا ما لا لا ما يصير كسرة. ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله. ونحط عليه زعفران ما شاء الله. أهلا 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 أهلا، هذا حق شنو أم محمد؟ نخلطه بعدين نحط عليهم العيش. ما شاء الله. ايه بعدين نحطه في القالب وندخله الفرن. وبعدين؟ بعدين ناكله. يلا. هذا شنو الحين؟ الحين حاطين عليه زيت. انزين ايه؟ زيت ها؟ زيت ايه؟ نحط الملح. حلو مو شوي يعني تمام وشوية فلفل أهم شيء الملح ها عشرة. فلفل شنو العادي ها؟ إيه فلفل أسود خوش شوي. وليش الفلفل؟ أنا أحس إنه عشان ريحة البيض وهاي. أنتي من عشاق الفلفل شكلك. زين زين خلطنا يعني حطينا زعفران وزيت وفلفل وملح وملح وبيضتين بس مع الروب. ايه الروب الحين نحط العيش. خبان ايتشيني بوغو ايتشيني. الحين حطينا العيش. خب البرنج يعني برنج ايه, إيه؟ برنج عيش ايه, إيه؟ زين قلتيها انا اقول اكثر منك. زين خب افتر افتر وبعدين نخلطه. ايه لازم ياخذ وضعه. أيوة بالخلط. بالخلط زين ما ينوكل كذي. لا بيض نيلا يخوب برنجة يخوب. زين ما شاء الله تبارك الرحمن لا اله الا الله. ام محمد العيش بشنو سالقته؟ بماي وملح بس. بدون اي شيء نصفيه ونخليه يبرد. في ناس يتفننون بالسلق يحطون وايد اشياء. اي يعني اذا مثل حق هاي التهجين ما يبي له بس البيض والزعفران هو اللي يعطي الطعم يعني. خوام ايتشيني يخوش قلي خوش قلي يعني خوش قلي يعني حلو صح؟ ايوه شايتش فيني؟ ما شاء الله عليك. اي الشعير الحين عندي اصدقاء وايد ما شاء الله ما شاء الله ايتشيني يخيلي قشنقي. الحين بنحطه في القالب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله كأنه صاير كريم كراميل. كريم كراميل يصير مثل الكيكة. ته جين ته جين ما شاء الله. عدلها هذه تصير كأنها مثل البسكوتة. أيوة يعني مثل شاكولاتش الحكوكة بس شنو مثل الكيكة. أيوة ما شاء الله كأنه قلبة. أيوة خاب خايش بالكلام. يلا ندخلها الفرن.
ايش قدر تاخذ وقت في الفرن؟ ما تاخذ وقت، بس شوي لان البيض والرب هاي تمسك شوي، طلعها شوي نص بس. ساعه اقل يمكن ربع ساعه. يلا اي تشيني اي تاح جين ناو انجا ناو ويس. بعد ما دخلنا التهجين الفرن عندنا طبخة ثانية مع شيء اسمه مرخ. المرخ شنو بالإيراني؟ دياي. تفضلي. عندنا دجاج، صدور دجاج. بس نحط عليه الملح. حلو. لازم ملح؟ ايه الملح لازم. شكلك تحبين الملح يا ام محمد. عشان يرفع الضغط شوي. ليش؟ زين. زين. فلفل. اوكي. يعني هذه اكله بعد هم فارسيه ولا؟ هو في ايران يسوونها والدول كلها يسوونها يعني. اوكي. لانها بتكون متطوره شوي. ميكس. ايوه. زين. زين. بعد ما هاي خلاص حط شيء. إذا مو لازم إيه لازم حتى وجه وقفه ولا؟ أيوة بس شوي لأنه بيكون عليه كريمة أيه. وبيكون عليه ثوم هم من ورا حطي بعد بيكون عليه وكذي حتى الباجي إيه يعني يصير تسوي له تتبيلة؟ أيوة أيوة تبلينه يعني يوم كامل؟ أيوة يعني مثلا الحين تقدرين تحط تسوينه من يوم يعني مثلا من الصبح أو من يوم قبل تحطينه بالثلاجة خاب خايش بكلام بس يلا خبز بعدين ناخذها على نحمرها في الدهن حلو زين الحين تتحمر بسرعه اي بسرعه اي تشيني اي مرخ اي تشيني اي مرخ مرخ يعني دياي حط الزيت خش بسم الله بعد ما تحمرينها بعدين تجيبينها مره ثانيه هني صح بعد ما نحمرها نخليها وناخذ المكونات الثانيه يلا بتاعتها. فوقه ايه. يعني الطبخة كلها على بعضها اي يعني الطبخة كلها على بعضها كم تاخذ وقت؟ ما تاخذ الا ربع ساعة إيه بس ما تاخذين لان كل شيء مستوي بس يبينا بس الدجاج تستوي بس صدق؟ اي صدق يلا الدجاج يستوي يعني يستوي إيه. لازم تقلبين الدياي صح؟ ايوه والله هي تمام الله يجزاك خير يا مخرجتنا خلتيني اعرف انترناشونال كل الاكلات هاي يا ام محمد بشرينا خلاص بدت الحين شوي تستوي صدق خلاص لان صدوره رفيعه مو رفيعه مش ثخينه يعني خبام خبام والله حلوه انزين ليش الكريمه وليش الحليب لانه بيكون يعني هاي الطبخه ما فيها بصل بس ثوم وزنجبيل والفلفل الحار والطماطم الزيت يعني بياز دارن بياز لا جوردن جوردن ايوه عرفناه زين زين هذه الطبخه اكثر شيء البيت عندك يحبونها هاي احسن شيء حق البنات والشباب اللي ما يحبون البصل ما يحبون ال اي يعني شويه مكونات أيه الخضره بشكل أيه عام أيوة هذا فلفل ها اي هاي لها هي طماط بالزيت بالزيت أيوة أيوة لازم أيوة يعني هذه اي هاي اللي يحليها يعني يصير كانه مخلل ايوه بح 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 اي طماطة مخلل خبا يا رب ان شاء الله الطبخه تصير حلوه ومستويه صح ان شاء الله بس اهم شيء انا عندي التاه جن تاه جن تاه جن شلونه قاعد يبتدي ما شاء الله تبارك الرحمن ايدك فيها الخير والبركه يا ابو محمد الله يسلمك حبيبي يا حلو يا حلو حريمنا يا حلو حريمنا امهاتنا وامهاتكم اسال الله يحفظهم ان شاء الله يا الله يا رب حافظوا عليهم هذول كنز ثروه ما تتعوض اليوم يعلمونكم
باكر ما تلاقونهم من يعلمكم، صح ولا لا يا محمد؟ اي تعلموا منهم اقل شيء، تعلموا منهم كسبوا رضاهم والله اهم شيء. اخ على الوالده وطباخ الوالده، بس الله يحفظكم ان شاء الله. عاد اقولك شيء، انا اول ما تعلمت اطبخ اسوي معكرونية الطيبين، وامي تقول لي ما شاء الله يا منى عليك نفس وايد حلو النفس. سويته من قبل كم سنه اتذكر؟ 20 سنه. واصلا كل واحد الاكله مو بان الشخص اللي يسوي، على النفس اللي يسوي. تخيلي اني انا بعد 20 سنه، توني صار لي 2 سنتين بديت يعني اعرف اطبخ، يعني موش، مرقه هامور، زبيدي، عيش كذي يعني. مش شلون دي عينة؟ لا لا استوى لا راح اخذ منك الطريقه اسويها ان شاء الله. تصير اقرب شيء ها؟ اي واسرع شيء. زين اذا ما عندي طماط مخلل مو بلازم. مو بلازم؟ اي مو بلازم، تغيرينه مو بلازم. ياه وتكون صحيه ها امي؟ اكيد. هذا طبعا هذا الملح، هذا الفلفل، هذا حليب، هذا الكريمه، هذا الفلفل، هذا الطماط مجفف مخلل ويبشرون الجبن، وهذا المعيبيكه، وشنو الثوم وشنو؟ الثوم وزنجبيل جنجر، ويصير مع بعض. ايه مع لا لا يا بيله ابي اتفنن على امي واسوي لها هذه الطبخه. ها ام محمد بشري خلاص الحين عاد ما نبي فطورنا. شو تبين امه؟ الحين ناخذ هذه الثوم والزنجبيل. قعدي انا جبت شيلي عندك افرع عليك. بسم الله تفضلي. الثوم ها؟ ايه مع التهجين. اولا نطلع الدياي. ايه طلعناها. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. لا لازم اسوي الطبخه حق امي. تصدقين والله يما حتى يعني طبخ البيت وايد اهم من صح. ان شاء الله يما الاهل الصغار يتعلمون ان شاء الله. الحين شنو يما؟ الطماط. الطماط المخلل؟ ايه. ان شاء الله. خلي الطماط. ما شاء الله تبارك الرحمن. من وين جبتي الطماط هذا المخلل؟ اشتريها من الجمعيات موجوده. بس نخليها شوي. انت حطيت الحين الجنجر. الجنجر والثوم. والثوم والطماط. مو الطماط قصدك. اقول المعبوش. المعبوش. اوكي المعبوش. تدري انا عندي معبوش في كل سفره لازم اخليها بالجنطه، يعني حتى اكلي بالطياره احط معبوش. الحين نحط الكريمه. هذه الكريمه. نحط الكريمه. ما شاء الله. لا 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 لازم اسوي هالمكونات. زين بعدين الحليب. حاضر تفضلي. خبرة خبرة منى خبرة ما شاء الله. شنو بعدام يعني شنو بعدين؟ بعدين بنحط الدياي عليه. بس يلا حطينا. هم يحتاج ان الدياي يفور شوية مع الكريم والحليب؟ لازم. ايه شوية مو قوي. طه جن تشيتوري بوغو تي طه جن بوغو تشيتوري. خوبة خوبة خوبة. ايوه الحمد لله. الحين نحط شوية فلفل مجروش. اي لازم. هذا المعبوش نسمي هذا المعبوش. انزين. ايوه خلاص نسكر. بس. نحط. منصجج؟ منصجي. الحين يا ام محمد خلصنا التاه جين. وخلصنا الشيكن. ايوه. شنو هالحلو اللي قدامي؟ اليوم؟ اي. شنو هاي؟ هذا ما ادري احس انه شيء صيني. فالوده.
فالوده يخيلي قشنقي. فالوده في بالرمان وفي بالليمون بالورد وفي بالزعفران. زعفران يلا حط فالوده. والله عاد صدق انا احب الفالوده. خلينا نصور. يلا قولي اجيب الجدر. يلا يبي يلا 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 يا ام محمد. يلا عفي عليك. يلا حطينا الفالوده. نجيب الماء الحار. ايه هذا الماء الحار. تفضل ايوه. ليش الماء الحار؟ علشان يلين. حد كذي اختفى. ما عليك. ها؟ ما يختفي. صدق؟ صدق. زين؟ نخلي شوي. بس نحطها على الفرن ولا شوي؟ نحطها على الفرن. عجيبة الفالودة يا جماعة. الآيس كريم مالهم خفيف وظريف ولطيف ولا يقث ولا شيء. فعلا حلوة الفالودة. بس هاي كنا شعرية كنا صينية. أصلا هاي صيني. الصينيين يسوونه. بس في إيران في ناس متخصصين يسوونه مع النشا. ها؟ يسوونه مع النشا ومتخصصين يعني. ناس يقعدون عليه يشتغلون عليه مثلا يسوون النشا بعدين في مثل عندهم مثل مشخال ينزل في الماء المقطر يعني يصير يعني مثل المشخال ينزل شيء بالخطوط يعني اكل باريزي ايوه اول ما ينزل في الماء البارد يتجمد يصير خيوط انزين الفالوده يعني مو اي حد يسويها صح لا صح لا لا اكيد مو بحد ايش كثر تاخذ الوقت في ولا شيء اقام شوفي بدل لا شوفي الماء الحار الله ما شاء الله تبارك الرحمن انزين لان ايه شوف خلاص خيلي خوبه ايتشيني ايتشيني خيلي قشاني ايوه الحين نبرده ما عرفت لك الحين نسخنه وخلاص ايه؟ وصار لين لازم نبرده انزين بعد ما نبرده نبرده بعدين نحط عليه المكونات الحين. بس وكذي احنا خلصنا يا جماعه شفتوا الفالوده شلون سهله اسهل حلو واخف حلو كان من ضمن الحلقات كلها للامانه للامانه جد جد مشكوره حبيبتي ما قصرتي اعزائي المشاهدين شفتوا انتم طبخه الطه جن زائد التشيكن زائد الفالوده يخيلي خوش قلي ان شاء الله وان شاء الله عقب ما نخلص نحضر لكم السفره إن شاء الله. وتشوفون كل شيء على السفره المكان اللي انا وانتو تحبونه تحياتي أعزائي المشاهدين وصلنا معاكم الحين إلى نهاية الحلقة والفقرة اللي كلكم تحبونها وأنا أحبها مشكورة أم محمد على هذه السفرة الفخمة اللي أنت سويتيها سوت طح جن فالودة وسوت تشيكن وسوت وايد أشياء حلوة صح؟ أكيد صح. شنو حابة تضيفين؟ أظن أشكركم جميعا حبيبتي مشكورة وأشكر الأستاذ تلفزيون قطر وأشكرك على وجودك وأقول لكم شكرا حبيبة قلبي مشكورة وما قصرتي أعزائي المشاهدين إن شاء الله تكون حلقة تحوز على رضاكم نلتقي وياكم إن شاء الله مع حلقة ثانية ودولة ثانية وتحياتي.